عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس كل شحويلكم إن شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا ربي. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في كوجينتي، رجعت لكم كيف ما العادة ولا يقتلنا عادة إن شاء الله. بكعبات بسكويت ساهنين ما فيهم حد شيء، بكعب عظمة كهو يطيحوا ما شاء الله الخير والبركة، وان بلوس حاجة ديالي كما تعرفوا نضيفة في الدار ونجموا نعملهم حتى مع الصغار، نوسعوا بهم بينا مع صغارنا وهذا حاجة بنينة ونظيفة، وان بلوس هشوشين هشوشين وبنين على النخر حسيلو. بالحق اللي كليتو وانا نذوق أكثر مني طيحته فوق الطبق حسيلو ما تقولوا لحد عاد، توحدكم وحدكم تعرفوا قداش بنين وقداش هشوشين. من الفيديو ما نطولش عليكم أكثر من هكا وما نزيدش نشهيكم أكثر من هكا، خليكم تدخلوا معايا الكوجينة وتكتشفوا الروسيت وليزانجريديون. يلا نتوكلوا على ربي ونبداو. هنا باش نستحقوا 250 غرام زبدة تكون طرية، عليهم 300 غرام فارينة، هنا عندنا 200 غرام نشاء باش يطرينا البسكويت نتاعنا، 100 غرام سكر محور يعني سكر غلاسي، هنا عندنا عظمة متوسطة، 7-8 غرامات خميرة متاع جاتو يعني نص ساشي حسب التقريب، مغرفة كبيرة كاكاو، شوية عسل تنقول لكم بعد إن شاء الله علاش، مغرفة صغيرة حسب التقريب هكاك. وهنا عندي لغوم تاع الفاني، انتم تنجموا تستعملوا زيست نتاع القارص وإلا سكر فاني وإلا زيست نتاع كعبة بروكدين كما تحبوا انتم، نقولي يساعدكم واللي تحبوه. على كما ريتوا الانجريديون توكلوا على ربي ونبداو. باش نبداو بالزبدة، بسم الله انا باش نخلط كل شيء في الميكسور، وانتم عندكم ميزانكم تنجموا وتعملوا حتى بيديكم راهو ما يقلقش، معناتها كلكتوا في الميكسور ولا باليدين. الزبده باش نزيد عليها السكر المحول اللي هو سكر غلاسي باش نرحيهم مع بعضهم، خلطهم مش نرحيهم، ندخلهم في بعضهم معناتها، ونزيدهم المغرفه الصغيره نتاع العسل هذيك جوست باش تعطي هكا شويه اكلا معناتها للبسكويت نتاعنا. تنجموا تستغنوا عليه ماهيش حاجة ضرورية راه كان ما عندكمش في الدار، ونرحيهم الكل مع بعضهم يعني نخلطهم ندخلهم في بعضهم في الميكسور مع بعض. بسم الله هنا باش نزيد النشا ونزيد نحط معاهم العظمة، كما قلت لكم تنجموا تخلطوا كل شيء بيديكم ما يقلقش، نعاود مرة أخرى. وباش نزيدهم الفارينة، أما الفارينة نغرب لها قبل ما نحطوها، أنا الميكسور متاعي صغير ما يكفيش ألوغ باش نخلط نكمل بداية، كان عندكم ميكسور ما أكبر تنجموا تحطوا كل شيء مع بعضه أنتم مرة واحدة. وما تنسوش الخميرة اللي هي نص شيء متاع خميرة، ونلموا كل شيء مع بعضه وقتها بيدينا ما غير ما نعجنوا بسوي بعيدينا بشوي بشوي، ما تستحقش العجنين المهم تتلم. وباش نكمل هنا نلمها فوق الكونتوار حتى تتلم لي وتولي لي بات، ونقسمها على اثنين باش ناخو البارتي بسم الله الاولى نصب فيها شويه لاروم تاع الفاني مش دبوز الكل، باش نصب شويه وانتم هاكا كيما قلت لكم تستعملوا الفاني اللي يساعدكم والا تنجموا حتى الزيست فوالا زيست نتاع اي حاجه نتاع قارص والا نتاع تاع بروكدين فوالا. ونجي في الوسط بسم الله مغرفه نشاي هكاك مغرفه كبيره عاديه مش معبيه معبيه ومش فير، ونحاول نلمها هاك البات هذيك ندخل كل شيء في بعضه كيما تراو فيه من داخل ومن البر ما غير ما نعجن، نحاولوا نلموها لمينا كهاو انا طب شوي بشوي تتلم نبقاوش نعجنوا فيها المهم. فوالا كيما ريتو الطرف هنولا كملتها باش نحطها في شوية بابي سلوفان السيفي شفتو مثلها، نخليوها في الفريجيدير بين نص ساعة والساعة ونرجعو لها ان شاء الله. توا ناخو البارتي الاخرى ونحط فيها مغرفة متاع كاكاو ونبدأ نلم فيها بشوية 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 بعيدية ما نعجنوش حتى للي تتلم ويدخل كل شيء في بعضه بشويه بشويه.
وكما عملنا للبارتي البيضه الاخرى نلفوها في بابي سولوفان ونخليوها ترتاح بين نص ساعه الساعه في الفريجيدير ونرجعوا لها ان شاء الله. فوالا نتوكلوا توا على ربي ونبداو. حضرت البات البيضه بعد ما ارتاحت شويه، فرشت لها بابي كويسون. كان ما عندكمش بابي كويسون تنجموا تستعملوا بابي سولوفان، ما عندكمش بابي سولوفان تنجموا تفرشوا شويه فرينه. انا نخدم بالطريقه هذه وانتم اللي ساعدكم بيان سور. حطيت فوقها بابي اخر كويسون باش تعاوني في الحلين بشويه بشويه للي تحل 2 3 ملم هكاك. فوالا توا نجيب القوالب اللي حاجتي بهم بيان سور، لي فورم اللي تحبوا عليهم انتم تنجموا تستعملوهم، و نتوكلوا على ربي ونبداو نفورموا فيهم. فوالا بسم الله بشويه بشويه، نحاولوا ما نحركوش الفورم جمله، ما ندوروهاش لا يمين لا يسار، دوب ما نحطوها هكا بسم الله ونطلعوها. فوالا نلزمها هكاك سينو تتهلك لنا الفورم. ونكملوا باش نعمل من كل فورم شويه شويه باش ننوع شويه. فوالا ما تحركوهاش ونهز بسم الله. فوالا ونحاول نهز كعبتي بشويه بشويه بسم الله كيما تراو بشويه بشويه باش ما تبدلش الفورم تاعها لا اكثر لا اقل. فوالا هاك سيفي، شفتوا على العرض نتاعها قد ايه برسك 2 ملم يظهرلي هاكي كونتر 2 3 ملم ونحط في البلاتو على جناب. فوالا هذا الطبق الاول احضر، شعلت الفرن 180 دقري ومش نخليه مده 10 15 دقيقه وماكسيموم بقدره ربي، ونوريه لكم بعد ان شاء الله. وبالطبيعه كل فور وكيفاش، انا راني نحط من اللوطه شويه على خاطر الفرن تاعي يحرق من الفوق، سينو حطوا في الوسط يعني كان فوركم عادي. بيان سور اكترف هذاك نعاودوا نلموه ونعاودوا نخدموه معاه. توا جبت اللي بالكاكاو نطري فيها شويه هكايا باش تعواني فيسع فيسع ونحطها يلا ونخدمها مع بعضنا. اما هنا حبيت نخدمها بشويه فرينه دوب شويه شويه بالكل، نرشوها على الكونتوار وعلى العصا وعليها هي باش تعواني. ومن بعد نقلبوها بنفس الطريقه نتاع الفات البيضه، نحطوا لي فورم نتاعنا دوب ما نحطوهم حتى ان هكايا وما نحركوهمش باش تخرج لنا معناتها كعبه البسكويت مستويه ماهيش معوج. نهزوا وكهو ما نحركوش لا على اليمين ولا على اليسار. هذا هذا الطبق داخل اللي بالكاكاو تاو زاده باش ندخلو الفور، كيف كيف 180 دقري مدة 10 15 دقيقة سا ديبون الفورم بيان سور. البات اللي قاعدة تتلم وتعاود تخدم دي فورم اخرين من غير ما نعاودو نعجنوها لا هذي لا الاخرى، جست لموها وكهو. فوالا وباش نقسم توا البات نتاعي على اثنين وباش نعملو فورم اخرى، باش نقسم البات اللي بالكاكاو والبات الفاني البيضه شطر بشطر ونبدا نحاول نعمل روليهم معناتها هكا خيوط خيوط كيما نقولو سيور سيور باش نفورمو فورمه جديده شكل جديد ان شاء الله يعجبكم. بيان سور انتم شنو يساعدكم كان تحبوا تعملوا حاجه اخرى، ناخذوا صوابع صوابع هذوكم جويدين ونحطهم فوق بعضهم بالعكس، البيضه فوق الكحله والكحله فوق البيضه باش تعطينا سونس كونترير حاصيلو. ونحاولوا ان نسويهم خليهم بلا شويه مش مرولين هكاكا، نعاونوا باي حاجه عندنا في الدار ودني نتحصلوا على الشكل هذا كما تراو فيه انتم قدامكم.
ان شاء الله حصيره واضح ومفهوم. هذوما الفورم اللي تحصلنا عليهم، تاو باش ندخلوهم للفور مدة 10-15 دقيقة، نعاود كل واحد والفورم تاعو وبعد نرجعو لهم ان شاء الله. فوالا هذوما لي بسكويت نتاعنا، خليتهم بردو كومبليتمون، تاو معليا كان باش نزينهم بطريقة سهلة وسامبل على الاخر. يلا نشوفوا مع بعضنا طريقتي. هنا خذيت شويه سكر محور، سكر غلاسي، وشويه ماء، ماء تمبيراتور نورمال يعني لا بارد لا سخون عادي، باش نعمل به غلاساج سامبل على الاخ. بسم الله ناخذ بشويه اكل ماء ونحطه بشويه ونحركوا، ما تمن نحطوش برشا، بشويه بشويه ونزيدوا حتى نشوفوا قداش معناتها نستحقوا. كي نحسوه نقص وقتها نزيدو. فوالا بيان سور نتوما كيفاش تحبوه، خاطر والا جاري شويه سا ديبون شنو باش تستحقوه، يعني للجاتو للبسكويت، يعني طريقه هذه سهله على الاخر وتنجموا تزينوا بها اللي تحبوا انتوما، يعني اي نوع متاع حلو. فوالا شوف فيه هنا. حبيت نوريكم كيفاش طريقتي في التزيين. يا اخي يدي غطت على كل شيء والكاميرا ماهيش في البلاصه الصحيحه، فقت بها بعد ما كملت زينت وكل على غالب. المهم هاكا فهمتوا بلوز موا الشكل حسين اللي تحصلت عليه، وتكملوا انتم تزينوا وتحطوا شنو تحبوا، عندكم شوكولاته، معجون، ما عندكمش تنجموا تحطوا سكر محور، اكاهاو، حسيلو اللي يساعدكم هاكا باللي عندكم في الدار. هنا استعملت شوكولاته نورمال مش شوكولاته فوندونت، خاطر ما يحبوليش الفوندونت برشا بصراحه، والفاكهه اللي عندكم زاد كيف كيف في الدار تنجموا تعملوا حتى نوات كوكو، تنجموا تخليوها سامبل نعاود اللي ساعدكم حاسين. المهم ان شاء الله كل شيء واضح ومفهوم. هنا نلقى روحي ناكل ونذوق حاسيلو، نغطي في الشوكولاته وناكل بنينه مش نورمال هشوشه. نمدكم وننشاهيكم، والله روعة ما شاء الله، حاجة ما وراء الخيال. ولا كما ريتوا هذوما كعبات البسكويت متاعنا، ما شاء الله ما نحكي لكمش على البنة ولا هشاشة، هشوشين على الاخر بطريقة سهلة كما ريتوا.
تنجموا تعملوا فورم واحدة كما تنجموا تنوعوا كما فما برشا دي فورم أخرين. أنا جوست حبيت نعطيكم فكرة إن شاء الله تكون عجبتكم وفادتكم. نجموا نهزوهم حتى في دينا كان متضايفين ولا حاجة نحطهم في بوات مزيانة هكا وفي حكة ولا حاجة نستناهم أنا حتى سخطولي بالشوكولاتة يشيحوا ومن بعد نحطهم في حاجة إن شاء الله. نجموا يقعدوا حتى شهر مسكرين عليهم ما يصير لهم حتى شيء. نجموا تعملوا دوبل معناتها في بلاصة 300 جرام فارينة و200 جرام انشاء تعملوا العكس معناتها يولي قريب الكيلو يطيح لكم حتى اكثر معناتها انتم عينكم ميزانكم فوالا. تنجموا تزينوا بطريقة اخرى زادة كيف كيف حاسين. المهم البنة بنين 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 مهشوشين نودكم ولا نشاهيكم. كان جربتهم ما تنسوش تبعثوا لي تصوركم علي دياني باش نخليهم لكم تاو ان شاء الله تحت البرد فوق على انستغرام وعلى الباش فيسبوك متاعي. وما تنسوا زاد باش تشجعوني باش نرجع لكم ديما بالساهل والبنين واللي فيه الفيتامين تخطو حاجه ديالي تبدا نظيفه مخدومه من يدياتنا. نقولكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد قدره ربي.